أكيد والدته قالت لك نصيحة ووالدتك قالت لك نصيحة. والدته لما قالت لي النصيحة هي ما قالتها ليش لوحدي، لأن إحنا كنا تقريبا كلنا في بيت واحد اللي هو بيت والده اللي هو بناه في مدينة نصر، ويمكن كانت لسه هي مدينة نصر ما كانتش فيها عمار قوي. أيوة. فكنا تقريبا كل البنات والصبيان إخواته كلنا في بيت واحد. حلو قوي الإحساس ده. فهي جابتنا وجمعتنا، ويمكن دي حاجة أنا بحب قوي إن أنا أقولها، إن والدته كانت أم، مش عشان هي تعتبر خالتي، لا هي كانت معانا كلنا كده. فجمعتنا وقالت لنا انتوا يا اولاد لازم تبقوا عارفين ايه اللي ينجح البيت ده. صحيح. اللي ينجح البيت ده كل واحده فيكم تبقى ليها خصوصيه ببيتها. ايوه. كل واحده فيكم تبقى عارفه كويس ايه الكلام اللي هي تقول وايه اللي الكلام اللي ما تقولوش. كل واحده فيكم عايزه تخرج في اي وقت مع زوجها مع اولادها، مش شرط خالص ان هي تيجي تقول انا رايحه فين وجايه منين، حريه شخصيه، كل واحده فيكم تعتبر كانها في بيت لوحدها. تمام. انتوا كلكم حبايبي وولادي، البنات زي الصبيان سواء الازواج. حكيمه قوي جدا. ست حكيمه. وكانت دايما تقول لو الاولاد طلعوا على ان طبيعه كل بيت زي التاني هيطلع عندهم توازن. لان الصح والغلط هيبقى موجود في كل بيت. صحيح. فده هيخليهم ان هم يطلعوا اولا بيحبوا بعض، وثانيا ان هم هيبقوا عارفين كويس قوي ايه الصح من الغلط وايه الحلال من الحرام. صحيح. والوقت ده برضو كانت الحدود باينه بين الصح والغلط، يمكن دلوقتي الحدود ساحت في العالم اللي احنا فيه ده، لكن وقتها كان معروف ان ده عيب وده خطا. طيب والده سيادتك نصحتك بايه؟ والدتي قالت لي انا مش عايزه اقول لك على حاجه عشان انا عارفه ان انت متربيه صح. صحيح. طبيعتك هتتآلف مع أي طبيعة في الدنيا. وبعدين هي يعني أنت داخلة على أسرة أصلاً أسرتنا كلنا. فأنا مش حاسة أن أنت هتبقي محتاجة أن أنا أنصحك في حاجة، لأن هي طبيعتهم زينا. أيوة. فمش هتلاقي غربة في أي تصرف. أيوة أيوة. فالكلام ده أداني ثقة بنفسي الحمد لله. يعني الحمد لله. وفعلاً إحنا نجحنا في أن إحنا كأسرة واحدة الحمد لله، كنا أمنية حياتنا إن إحنا دايما نبقى مع بعض. يا رب دايما. والله يا رب. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.